شهر شعبان وبشا كهر رئيسة بشا رمضان مقع شعبان وحلوغو بهي بيراد العلمض لتشعب القبائل وتفرقهم قبائل كا ايا كالتغا حلغاس او ميلك لدوان آذا صوت اوكالتغا نوحا ويدقالي وبحاوي قبائل كعربتا سيدا معروف كا بلاها اللبي طبانكا أفر بلوض وكمدة وبلاها اللو يقانو الأشهر الحرم والله سبحانه وتعالى وير منها أربعة حرم أفر تا بلوض سدح بلوض ويحريران بلنا وبالقارة وبش الرجب بش الرجب وبالحرم له عربتي جاهلية دانا وحي معروف كو آهايين بلها حرمضة له إني سندقى اللمين وإلى لجرين حرمضة بلها مركب بش الرجب وحي اسك إلى لجرين إني دقى اللمان شعبان مركي لقارو أي اسكو دولي جرين مرك بش شعبان مركي لقارو أي قبائل كي غلو والبقرة عيل وقبتي آذي جرت بشاس مقع شعبان سيدا سالوغو بحيي بيرادن أو بش قبائل كي عربتو أي كالتقان او قلبا قلدي مركا واخ كلا دخيين اي آدان بشان شعبان وبال نبي صلى الله عليه وسلم او بدي جيره انو صومو رسولك عليه الصلاه والسلام و هو بدي جيره صيام كيدا او و هو صومي جيره ان كبدان انت بلاها كلا او صومو مركي لا ريبه بش رمضان أحاديث فربضان على قصة أرارتي النبي صلى الله عليه وسلم أوسوم جرى بشاس أحاديثها سوى حاكم ذا حديث عائشة رضي الله عنها أوصو صار الإمام البخاري ومسلم عائشة رضي الله عنها وحيتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم حتى نقول إنه يفطر نبي صلى الله عليه وسلم مسوم جرين إلى أن راهنو رسولك عليه الصلاة والسلام وأفر ياه صوم مايو ويصوم حتى نقول إنه لا يفطر ونصوم جر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن اسنراهنو رسولك عليه الصلاة والسلام ما أفر ياه وما استكمل صيام شهر إلا في رمضان بلما يسترن النبي صلى الله عليه وسلم ما صومين إلا بشهر رمضان مويان مركاسيتر وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان ما أرغبت للنبي عليه الصلاة والسلام حل وغبدا يا صومك بش شعبان حديث كاسوح تصنيا بش شعبان النبي صلى الله عليه وسلم أو آد صوم جري أما أو بدي جري صيام كيسا حديث أحاديث أرنتا ستصنيسا حديث كان كريا ما وأحاديث فربضا وي أحاديث أسوحا كمدة حديث أسامة ابن زيد رضي الله عنه وكجر أما كسغا في سنن النساء رحمه الله وحوير أسامة قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم شعبان كما أرك رسولك إلهي وأذيك الصوم يبل بلها كمدة انت اسوميس شعبان مرقسو النبي وحو كجواب صلى الله عليه وسلم ذاك شهر يغفل الناس عنه بش شعبان وبل ضدك اي موجهين وبل ضدك اي موجهين او معناه ضو حوايا ضدك كما فائدهستان وكما فائدهستان اني عبادهستان اي صومان بين رجب ورمضان وحين ادح حساب ويري رجب يا رمضان وهو شهر يرفع الأعمال فيه إلى الله سبحانه وتعالى وأنا بالأعماش إلهي سبحانه وتعالى الله كريره فأنا أحب أن يرفع عملي وأنا صائم سيدة سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم أنا أحب جعل هيبو يرئين عمل كي الله كريره أنا أحب صوما سيدة سبحانه أبدنا يا صونك بش شعبان
xadiidkaasina asna wuxuu tusinayaa inuu nebigu aad u soomi jiray sala allahu calayhi wasalam bisha shacbaan. Kadalika xadiidu caaisha radia allahu canha ee uu soo saaray alimaamu tirmidi raximah ullah. caaisha radia allahu canha waxay tidhi kaana axabu shuhuuri ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam an yasuumahu shacbaan. bisha nebigu ugu jeclaa sala allahu calayhi wasalam inuu soomo waxay ahayd bisha shacbaan bay tidhi. uma yasiluhu biramadaan, kadibna ramadaan buu ku xiriirin jiray ama uu ku xijin jiray nebigu sala allahu calayhi wasalam. waxaa kadalika tusinaya inuu nebigu sala allahu calayhi wasalam bisha shacbaan soonkeeda badi jiray xadiidu ummi salama radia allahu canha ee uu soo saaray alimaamu abu daawud raximah ullah. waxay tidhi ummu salama maa ra'aytu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama yasuumu shahrayni mutataabicayn ilaa shacbaana wa ramadaan bay tii. ma arag bay tidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo soomaya laba bilood oo xiriira ilaa shacbaan iyo ramadaan mooyaane, labadaa bilood uu nebiga xiriiri jiray soomkooda. sidaasay sheegtay radia allahu canha ummu salama. axaadiistaas marka walaalayaal waxay tusinayaan in nebigu sala allahu calayhi wasalam uu badin jiray bisha shacbaan soonkeeda. waxaa marka loo baahayaa bisha shacbaan soonkeeda in la badiyo. sababta loo badinaya maxay tahay? sababta waxay noogu jirtay xadiidkii usaama ee aan akhrinay radia allahu canhu, sababta waa ku cadeed oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam laba sababood ayuu sheegay. sababta koowaad waxa waaye dadku inay bishaan moogaadaan. sababta u moogiyihiin waxa waaye baa la yidhi rajab oo bil xurmo leh ayay soo mareen, ramadaan oo bisha ugu sanadka dhan ugu fadliga badanna way sugaysaa oo way ku soo wajahantahay. marka shacbaan way iska ilaabaan dadku, in badan kama faa'iidaystaan. waxaa loo hanqaltaagaa ramadaanka. isla xadiidka waxaa ku jirta inay tahay waqti ilaahay subxaanahu wa tacaala loo kor yeelo camalka, oo addoommada camalkooda ilaallaahi subxaanahu wa tacaala loo rafcinaayo. xadiidka ayadana ku jirta oo rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi aniga waxaan u soomayaa, waxaan jeclahay in allah subxaanahu wa tacaala camalkayga loo kor yeelo anigoo sooman. sidaasuu nebigu sheegay sala allahu calayhi wasalam. meeshaa marka waxaan ka qaadanaynaa inay muhiim tahay in la badiyo bisha shacbaan soonkeeda. bishan shacbaan waxaa jira waxyaabo ay dadku qaar ay sameeyaan ama ay u arkaan inay tahay mashruuc laakiin aan mashruuc ahayn. waxaa ka mid ah 15-ka shacbaan haddii la gaaro in habeenka 15-aad la weyneeyo, lagu weyneeyo habeenkaasi in maaragtay salaad lala yimaado oo ka dheeraada salaadaha habeenada kale la tukado. sidoo kale habeenka 15 shacbaan marayo maalinkiisa in la yiraahdo si gaar ah loo soomaya, macnuhu waxa waaye in lagu khasiso habeenka 15-aad acmaal u gaara in lagu khasiso. waxaa jira salaad ay tukadaan dadka qaar oo yidhaahdaan fadli badan baa ku soo arooray habeenka shacbaan. dadka qaar baa waxay qabaan inay sunno tahay, fadli badanna ay leedahay in la tukado 100 ragcadood. 100 ragcadood mid walbo ka mid ah faatixada la akhrinayaa, faatixa dibadeed ama faatixada kadibna ragco walba 10 jeera waxaa la akhrinayaa suuratul ikhlaas. arrintaas waa bidca, waa bidca muxdatha fi diin oo aan bannaanayn in lala yimaado. dadkaasi waxay ku kadsoomeen axaadiid arrintaa ku soo aroortay oo ah axaadiid mawduucaada oo nebiga lagu been abuurtay sala allahu calayhi wasalam.
waxyaabaha ama masaadirta iyo meelaha bidcooyinku ay ka faafaan waxaa ka mid ah axaadiista mawduucadaa baa ka mid a. In badan oo bidacda ka mid a haddaad fiiriso waxay salka ku haysaa xadiid nebiga sala allahu calayhi wasalam aan ka sugnayn oo mawduuca oo rasuulka lagu been abuurtay sala allahu calayhi wasalam ayay salka ku haysaa. arrintaani marka axaadiistaas mawduucada ah ayaa sal iyo aasaas u ah. waxaa kaloo jira axaadiis kaloo ayadana aan sugnayn oo tilmaamaysa 15 shacbaan haddii la gaaro in la tukanayo 6 ragco. 6daa ragco waxaa loo tukanayaa bay yidhaahdeen lidafci albalaa'i wa tuuli alcumri, si balaayo loo dafciyo loo celiyo iyo cumri dheer qofka in ilaahay siiyo subxaanahu wa tacaala. oo waxay yidhaahdeen 6daa ragco qofkii tukada dhibaato arki maayo, cumrigiisana waa dheeraanayaa oo ilaahay subxaanahu wa tacaala cumri dheer ayuu siinayaa, ayadana wax ka jira lama arko. waa wax nebiga lagu been abuurtay, waa waxaan sharciga asal iyo aasaas ku lahayn wey. sidaa darteed habeenka 15-aad ee shacbaan ma jirto acmaal lagu gaaryeelayo. alimaamu alqurtubi raximahu allah wuxuu yidhi fii tafsiirihi, tafsiirkiisa loo yaqaano aljaamic liaxkaami alqur'aan, waa kitaab aad u qiimo badan, wuxuu leeyahay walaysa fii leylati nisfu min shacbaan xadiidu yucawalu calayhi laa fii fadlihaa walaa fii naskhi alaajaali falaa taltafituu ilayha, buu leeyahay. kuma sugna buu yidhi habeenka 15-aad ee shacbaan xadiid la cuskado oo nebiga ka sugan sala allahu calayhi wasalam ma jiro. laa fii fadlihaa, ma jiro buu yidhi xadiid la cuskado ku soo arooray fadliga ay leedahay. walaa fii naskhi alaajaali fiiha, iyo wuxuu yidhi ajalada dadka ama cumriyada ama cumriga dadka in la nasakhayo habeenkaasi wax axaadiisa oo la cuskan karo oo ku soo aroortay malahan buu yidhi. falaa taltafituu ilayha, ha eegina marka axaadiista mawduucada meelaha lala wareegayo yaa la fiirin, buu leeyahay alimaamu alqurtubi raximahullah. hadalkiisa hadal la mid ah waxaa dhahaya alimaam ibnu rajab alxambali raximahullah, aimo fara badan ayaa ka hadlay waxayna tilmaameen axaadiistaasi mawduucada ah inaan lagu kadsoonin. alimaamu nawawi raximahullah waxaa la weydiiyey 2 salaadood, salaad loo yaqaano salaatu raqaa'ib oo bisha rajab jimcaha ugu horeeya ayaa la tukanayaa xadiid ku soo aroore, waa salaad 12 ragcaa wey, adkaar badanna way wadataa, habeenkii baa lala yimaadaa bacda almaqrib ee cishiga inta u dhahaysa. salaadaasaa la weydiiyey. waxaa kaloo la weydiiyey salaadii hadda aan ka hadlaynay ee 15-ka shacbaan, markaasu wuxuu ku jawaabay, wuxuu yidhi 2 salaadood waa bidcataani munkarataani qabiixataani, buu waa 2 bidco oo munkar ah oo aada u faolxun. sidaa darteed wuxuu yidhi lama hayo nebigu tukaday sala allahu calayhi wasalam, axad saxaabada ka miduu tukadayna lama hayo, meeluu nebigu ku faray sala allahu calayhi wasalam in la tukadana lama hayo, waxaana culimmadu ku waajibay buu yidhi inay inkiraan dadkan ay u sheegaan salaadahaasi inaysan jirin, in lala yimaadana wax diinka waafaqsan inaysan ahayn. ilaa yowmina hada dadaa tukada oo salaatu raqaa'ib u haysta inay tahay salaad nebiga ka sugan sala allahu calayhi wasalam, xadiidka ku soo arooray salaatu raqaa'ibna waa xadiidun makdhuubun calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam, waa xadiid nebiga lagu been abuurtay salawaatu llaahi wasalaamu calayh. salaadan la tukanayo leylata nisfi min shacbaanna waa la mid shayguna, walaalayaal, markuu bidco yahay bidca waa laga fogaadaa, bidcadu shartigeedu aaday u badan tah, bidcadu waa dalaala, waa baadi, bidcadu waxay kugu hogaaminaysaa ilaahay subxaanahu wa tacaala cadaabkiisa.
bidcadu waxay sabab u noqonaysaa in lagaa eriyo xawdka nebiga sallallahu calayhi wasallam maalinka aad loo ooman yahay oo dadku ay aada ugu baahan yihiin biyo ay cabaan ayaa xawdka nebiga lagaa eriyaya calayhi salaatu wasalaam. Oo la leeyahay bidac iyo khuraafaadii waxaa la timid waxa diinka ilaahay ku soo dartay. Nebiga calayhi salaatu wasalaam markaas wuxuu leeyahay suxqan liman ghayara wabadal, fogaashaha u sugnaado qofkii diinkayga wax ka bedelay ama taqyiir iyo tabdiil la yimid. Qofkii wax bedelay fogaashaha u sugnaato buu leeyahay nebigu sallallahu calayhi wasalam. Bidcadu marka sharteedu aad iyo aad ay u badan tahay. Waxaa laga yaabaa dadka caamada qaar ka mid inay yidhaahdaan oo salaadu waa salaadu maxay dhibaysaa, dad badanaa sidaa yidhaahda. Markii bidca laga hadlayo, haddii salaad la tukanayo salaad soo cibaado maah, maxay dhibaysaa? Su-aashaani horaa waxaa uga jawaabay imaam ka mid ah a'imadii taabiciinta ee la yidhaahdo Saciid ibnu Musayyab raximahullah. Wuxuu arkay Saciid ibnu Musayyab salaadii subax markii la adimay adinkii labaad welina aan aqinkii la gaarin nin sunnaysanaya buu arkay. Salaada subax markii adinka labaad la adimo waxaa sunna ah laba ragca in la tukado. Labada ragco waxaa loo yaqaanaa ragcataa alfajri, waa labada ragca ee nebigu yidhi sallallahu calayhi wasalam khayrun min addunya wama fiha, waxay ka khayr badan yihiin adduunya iyo waxa ku dhex sugan. Laakiin ninka labada ragca kuma ekaysane waa ku darsaday, laba ragca buu tukaday haddana laba kale uu tukaday. Saciid Musayyab arkay wuxuu yahay laygu yeera ninka. Markii loogu yeeray wuxuu ku yiri arrintani aad samaysay sunnadii nebiga khilaafsan tahay, ha samaynin. Markaasuu wuxuu yidhi ilaahay ma wuxuu igu cadaabayaa inaan salaad tukaday, salaad inaan tukaday miyuu ilaahay igu ciqaabayaa? Wuxuu ugu jawaabay maya, ilaahay salaadku ugu ciqaabi maayo, laakiin wuxuu kugu ciqaabayaa inaad sunnada nebiga khilaaftay sallallahu calayhi wasalam, middaasaad cadaab ku mudanaysaa buu. Waa mukhaalafatu sunna, waxa ilaahay uu kugu ciqaabay. Kadalik ibnu cabaas wuxuu arkay taawuus oo ardaygiisa ah oo salaadii casir markii laga baxay iska sunsunaysanayo salaado sunna tukanaya. Markaasu wuxuu ku yidhi ma garanayo salaadan aad tukanayso ma laga ajarsii doonaa mase waa lagugu ciqaabi doonaa, ma garanayo. Maxaa yeelay nebigu wuxuu reebay sallallahu calayhi wasalam bacda alcasr in la tukado. Salaad sunna ah oo mutlaq ah in salaad casir kadib la tukado rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa reebay. Waxaan ka qaadanaynaa fahamka salafka in shaygu hadduu mar bidco yahay ama uu khilaafsan yahay sunnada nebiga sallallahu calayhi wasalam khatar badan uu leeyahay. Waa in marka walaalayaal bidcada laga digtoonaado, la iska ilaaliyo. Sidoo kale bishan Shacbaan waxaa ku soo arooray xadiis aan rasuulillaahi sallallahu calayhi wasalam laga wariyey inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ida intasafa Shacbaanu falaa tasuumuu, Shacbaan hadduu kala bar gaaro ha soomina. Bisha Shacbaan haddii kala bar ay gaarto yaa la soomin, inuu nebigu yidhi sallallahu calayhi wasalam. Xadiidkaasi wuxuu tilmaamayaa 15 hore in la soomi karo laakiin kadib aan la soomi karin. Waa wax xadiidka laga fahmayo wey, kala bar haddii la gaaro yaan la soomin. Ahaadiisi hadeeta aan soo akhrinay xadiidka Caaisha iyo xadiidka Usaama iyo xadiidka Ummi Salama dhammaan waxay tusinayeen nebigu sallallahu calayhi wasalam bishan soonkeeda inuu badin jiray. Weliba Caaisha radiallahu canha waxay tiri kaana rasuulullaahi sallallahu calayhi wasalam yasuumu Shacbaana kullahu ilaa qaliilan, rasuulka calayhi salaatu wasalaam Shacbaan oo dhan waa soomi jiray ilaa in yar mooyaan, wax yari ka soo reebta. Ahaadiisa marka waxayna tusinayaa Shacbaan badankeed inuu nebigu soomaayo. Xadiidkaana muxuu leeyahay haddii Shacbaan kala barkii la gaaro yaan la soomin, macnaheedu waxa waaye 15 hore keliya la soomi karaa. Xadiidka marka idan tasafa Shacbaanu falaa tasuumuu dhahaya culimmadu way isku khilaafeen inuu sugan yahay iyo inuusan sugnayn. Waxaana saxiixa xadiidka inuu yahay xadiis daciifa oo aan nebiga ka sugnayn sallallahu calayhi wasalam. Waxaana daciifiyey oo tilmaamay xadiidkani inuusan sugnayn a'ima fara badan oo ka mida min a'imati alxadiis. Waxaa ka mid ah a'imadaas alimaamu Axmed ibn Xanbal raximahullah.
وحاكمها الإمام عبد الرحمن بن مهدي وحاكمها الإمام أبو زرعة الرازي أئمة سي غير خود وحاكوا أفقي الإمام القيم رحمه الله وعيت المامان حديث كان بها إذا تصف شعبان فلا تصوموا إنه حديث ضعيف إياه وحين علاه قد كان نل إرادة العلاء بن عبد الرحمن أيها اللتا فروضي ولقار نغوة بإرادة رواد كلا ثقات كأها أي أصيب كد رجل أها أما كسر ريا ما يصورين حديث كان إذا وحي رأى حديث شاذو شاذ كنا من قسم ضعيف حديث سيادة وحي رأى حديث ضعيفة إذا انتصف شعبان فلا تصوموا وحديث ضعيفة والنبي كسرنا صلى الله عليه وسلم لكن وحى النبي كسرنا صلوات الله وسلامه عليه إنه رسولك عليه الصلاة والسلام حديث بشا شعبان يعني هدي رمضان شعبان او كهرو اما رمضان كو كدمي هي مالن اما لبا مالموت ان صون لغا هورمرينين احد كين يوسن كا هورمرين بو يربيش رمضان يوسن كلا هورمرين بصوم يوم او يومين مال صوم كي اما لبا مال صوم كي يوسن كا هورمرين يوسن كلا هورمرين بش رمضان معنى حديث كاس وحو بيش شعبان هدي اي جارتين سيدي لباتن وحي كدن بي اللمس ومكروة بحاية رمضان وحي كدن بي شعبان واما مالك يعني رمضان سدوه اللباتن مكي اللي مريو وبيش شعبان اي سدوه اللباتن تهي رمضان كوحا كدما اما مالين اما الله ما المضوى كدما اللي بيش سغال اللباتن وحي كدن ماتا صدن وحي كدن ماتا مالين اكدن ناري اما الله ما المضوى كدن ناريس هدي سدوه اللباتن كي اللي قاوه كدن بي سيا درتاد رمضان كو مالين اما الله مالين كد من يهي إلا صلاة نبي هو ديني صلى الله عليه وسلم وهو كسر رأيبي قفكي لها صوم جوكتا قفكي هرو صوم جري مثلا قفكي هرو صوم جري اسمين والبا يا خميس والبا خميس كي وحي كسو ايدي رمضان كي مالين كهر ويو بناتا ينو صوم اما الله مالين كهر ويو بناتا ينو صوم أما يعني وحاول سؤال صوم واجب الغلها ويواجب تأيه صوق الليل وصوم أيام وفي مكة عرهين صوم معتادة وقفك وحاول صوم جري أما اللي قربي وفي عرهين لما وقال إلا صوم صوم النبي ودي لواء محي صلى الله عليه وسلم علماء وحكو إلا أيام وقفك سواء كان يا قف بشي رمضان قد قليل معنى بشر رمضان دل شيء هذا وحال الربا إيو شعبان بشر رمضان دل شيء إيو شعبان إني كلا قوائهم بال الربا لكن هذا سيال إلا باتن صونته كدي من رمضان بشه أو رمضان كي هدنا أد كفر إيريسو وحيوة كان يسال الله بلا صون كلين لس كفر إيري سورة داس وحا كسو بحيسة رمضان كي إلا بلا بيسون كي إنت سر رمضان بلان تانا نقبل ديلي صلى الله عليه وسلم وصلت الرسول كنا هي عليه الصلاة والسلام إن رمضان كلا له أربع مال صومكي أما لغ مال صومكي وهكذا بيش شعبان كجرا مالك لا يقان يوم شك هذا يناو ما بنانا إن ما عرفت الله صومه أما قف كاس بيش رمضان أو صومه يوم شك صومكي صح كان رمضان في كم تاي لكن من كلام كلا له شعبان يسوق ليسا محايا اليوم شكي ومالنك سقالي اللباتنات بشا شعبان مركي مرس سقالي اللباتن هذين كي مركي صدن تهي هذين كبشا مالنك هذين كصدن كسوق لأيو هذين كاسي وهذين كاللوي غاني ليلة الشكي اما يوم شكي مالنك كدن بيسي صدن كاه ايا ليرا يوم شكي وهدي هذين كاسي بشا رمضان لأركي وايوه او ضروري وحلمي ذا الجيران هدي بيش رمضان للراديو اللي أركي وايو مالك أكدنا ما يسوى على شكي سيا وعلى شكي سيا هاي مصوها وبيش رمضان كولو المياء مصوى صدن كشعبان أيا لقو شكي سيا ما بنانين لصوه والنبي عليه الصلاة والسلام وحي رادي
من صام وحير حذيفة رضي الله عنه من صام يعني من صام في اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قفكي صومه يرمال كان لا يشك فيه وقف النبي عاصي صلى الله عليه وسلم مر قفك صومه نقول يا قف رسولك عاصي ويوم شك لنا صومي كرو مر ولا ليال بشاني أن كجرنه أهمية ذكرها وحي تهي أن إلا وقف يستصان وصل إلا وصان كأبدي جرى صلى الله عليه وسلم الله أبدي وكو أهمية الله وحي تهي مركي بشان لقاره محي سميجرين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إيو تابعين في أتباع التابعين ذاتكي اللي يقيم السلف الصالح بشان مركي لقاره وحي سميجرين إلي ديار قرونان وحلو ديار قرونيا والاستقبال رمضان بشي بركة سنايد أي رمضان سيدي لوسو دوين لها وحي يكود ذالي جرين قرآن كأخر سكيسة إيوه أعماش صالحة وصوك كم إذا إلا لي ماذا سلو قد ديار قروب اللون السود ويبش رمضان وعيرا ذا العلماء شعبان دوال كيسة وحو صواب يعقفك إنو رمضان قاره أصغى قلبي يسو أموري إنو رمضان قاره أصغى إيمان كيس زيادة أو إيمان كوكر بي أو بشي شعبان سود دالي مركب بشا إن شاء الله تعالى عند دالنا سوان كذا هل هو دالو أعماش صالحة هل هو دالو رمضان إلهي سبحانه وتعالى هن قارسيو كل كفى إذا سنع الله مقدو إلهي سبحانه وتعالى هدون قارسيو وعلى الربع اللي يدير قروب قف والبا وإلهي أقارسيو وغنيمة وفائدة أذي أدوين النبوس وجهن إلهي سبحانه وتعالى هن وافجيو إن شاء الله تعالى أنت سنكسر كوبيا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.